رغبة أوروبية لتعاون اقتصادي مع بغداد، وصالح يحث على الابتعاد عن سياسة المحاور. لليوم الثالث على التوالي احتجاجات ذي قار تتواصل، والبصرة تدخل على الخط. نينوى تفرض حظرا شاملا للتجوال، وأزمة الأكسجين تتجدد في ذي قار. أخبار مفصلة من يو تي في، أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب. الكاظمي، وفي أثناء استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، عبر عن رغبة العراق في الاستفادة من تجربة فنلندا ودورها في حل النزاعات الدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدا أهمية تعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق. من جهته قال الوزير الفنلندي إن حكومته تنظر بتقدير بالغ إلى موقف العراق الواقعي والمتوازن في علاقاته مع جيرانه والمنطقة والعالم. إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح استناد العراق في علاقته إلى مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور. وقال صالح خلال لقائه وزير الخارجية الفنلندي إن العراق يسعى إلى العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي ومواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن إعادة افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد عقب إغلاق دام 30 عاما، فيما أعرب عن تطلع العراق إلى عودة الشركات الفنلندية للعمل في البلاد وإعادة صياغة الاقتصاد العراقي والعمل مع كثير من الدول الأخرى في هذا المجال. نرحب بإعادة فتح سفارة جمهورية فنلندا في بغداد، فنحن نتطلع إلى دعوة الشركات الفنلندية للعمل مستقبلاً في العراق وإعادة صياغة الاقتصاد العراقي مع العمل مع الكثير من الدول الأخرى في هذا المجال. وزير الخارجية الفنلندي أكد من جانبه وجود رغبة لدى الاتحاد الأوروبي للتعاون مع العراق على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع بغداد. ثم تحدث يدور في بروكسل حول إمكانية التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق. نحن نتطلع إلى تعاون اقتصادي مع الحكومة العراقية الجديدة. رأى السياسي المستقل نديم الجابري أن البعد الاقتصادي واحد من الأسس الرئيسة للزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران. لا شك يعني واحدة من أسس هذه الزيارة هو البعد الاقتصادي. إيران اليوم في وضع اقتصادي حرج، ربما حتى أكثر حراجة من الوضع الاقتصادي العراقي. هي أسفرت ربما عن رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، وأعتقد هذا المبلغ يعني مرتفع جدا قياسا لمستوى التقنيات والصناعات الإيرانية. حول نتائج العلاقات الخارجية من الناحية الاقتصادية، ينضم إلينا مباشرة المستشار المالي والاقتصادي حازم السعيد. أهلا بك أستاذ السعيد. إذا هناك حراك سياسي لزيارات خارجية لرئيس الوزراء واستقبال أيضا عدد من الدول داخل بغداد، هذا الحراك هل سينعكس على الاقتصاد العراقي؟ بالتأكيد. تحية إلى قناتكم الأغراء. أهلا بك. ونفيد بأن العلاقات الاقتصادية لها دور كبير في التقارب مع الدول والشعوب. أكيد فإن العراق يطلع إلى بعد اقتصادي
متوازن مع دول الجوار بشكل يحقق مصالح متبادلة للطرفين. نعم. وإذا ما أخذنا العراق بنظر الاعتبار فإن درجة الاستفادة للعراق ستكون جيدة، لا سيما وأنه اتجاهات الاستثمار في العراق سوف يخلق مواطن عمل جديدة مما يخفف من وطأة البطالة، بالإضافة إلى هذا يحسن من الميزان التجاري للعراق، وكذلك يخلق بدائل جديدة لغرض التبادل الاقتصادي والمالي. طيب، هناك رغبة واضحة من قبل الدول الأوروبية للتعاون مع العراق اقتصاديا، كيف يمكن للعراق أن يستثمر ذلك اقتصاديا؟ تعرف الاتحاد الأوروبي يعني من مجموعة الدول الناشطة اقتصاديا، ولديها من الإمكانيات المتاحة لغرض المساعدة للعراق في الخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها، الأزمة المزدوجة أو المصيبة المزدوجة، انخفاض واردات النفط وكورونا. وبالتأكيد فإن تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى العراق سوف يساعده في إنجاز كثير من الأعمال والتطلع إلى رؤية اقتصادية جديدة، مما يعزز الاقتصاد العراقي والخروج من الخانق هذا الذي يعيشه العراق في الوقت الحاضر. نعم. عن زيارة الكاظمي إلى إيران، أكدت الصحف الإيرانية أن الكاظمي جاء لطهران للبحث عن استثمارات للعراق. إيران لم تستطع تلبية هذه الرغبات، هل يمكن أن يكون البديل دول الخليج العربي بدل إيران؟ العلاقة المتوازنة بين العراق وإيرانه من الدول العربية والإسلامية بالتأكيد راح ينطي فسحة أمام العراق للاختيارات الجيدة لعملية الاستثمار. إيران، جارة إيران الآن في الوقت الحاضر هي تحت الحصار الاقتصادي، مما يجعلها في عدم إمكانية الاستثمار بالعراق، لكن بذات الوقت المساحة مفتوحة ومتاحة أمام دول الخليج لغرض الاستثمار في العراق. يعني إيران أعلنت أن التبادل التجاري بينها وبين العراق سيصل إلى 20 مليار دولار، لمن تعود الفائدة أولا؟ يعتبر العراق في الوقت الحاضر النافذة الاقتصادية للاقتصاد الإيراني، وأن حجم التبادل الذي تشير إلى إيران بحجم 20 مليار دولار يعني أعتقد مبالغا به، لأنه الإمكانيات المتاحة أمام إيران سواء بالصناعات والزراعة وغيرها ما يمكن أن تصل إلى هذا المبلغ بأي حال من الأحوال. بالإضافة إلى هذا إمكانيات العراق المتاحة لغرض الاستيراد هم محدودة، لأنه العراق بالوقت الحاضر يعاني من شحة من الموارد المالية بعد تراجع أسعار النفط. حازم السعيد المستشار المالي والاقتصادي، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الأخير اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للإطمئنان على صحته. ويرقد الملك سلمان حاليا في المشفى نتيجة وعكة صحية ألمت به وتسببت بتأجيل زيارة كانت مقررة للكاظمي إلى الرياض. مكتب الكاظمي قال في بيان إن رئيس الوزراء أعرب عن خالص تمنياته للملك بموفور السلامة والعافية، مبينا أن الأخير أعرب عن تطلعه إلى لقاء الكاظمي في السعودية في أقرب فرصة.
حملت حفاوة استقبال الإيرانيين للرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي رسائل تتجاوز حدود العلاقات الثنائية التي تجمع الطرفين إلى ما هو أبعد من ذلك. استقبال ليس ككل استقبال، فما كان لإيران أن تستقبل ضيفها كما جرت العادة مع سابقيها، وهي المنتشية بكونها وجهته الأولى بعد أن كانت الثانية في جدول أعمالها إثر تأجيل زيارة السعودية. تأجيل يرى البعض أنه نزل بردا وسلاما على الإيرانيين، وهم الذين تحركوا قبل ذلك عبر وزير الخارجية جواد ظريف الذي حل ضيفا على بغداد، قيل إن زيارته كانت لغرض هندسة وترتيب الزيارة الكاظمي إلى بلادها. خامنئي الذي عزل نفسه عن الاستقبالات الرسمية الخارجية منذ أشهر بسبب كورونا، كسر عزلته هذه المرة باستقبال الكاظمي شخصيا، محاولا بذلك ربما أن يضرب أكثر من عصفور بالكاظمي بعد أن هاجم الأمريكيين أمام ضيفه وأعاد فتح ملف اغتيال قاسم سليمان في بغداد، ومطالبا بالإسراع في التحرك لإخراج القوات الأمريكية من العراق في رسالة مفادها أن الإيرانيين أولى للعراقيين من الأمريكيين، واعتبار هؤلاء السبب الرئيس لانعدام الأمن في العراق وفق تعبيرها. ما أراد خامنئي تمريره من رسائل إلى خصومه، رد عليه الكاظمي بشكل صريح غدا تعبيره عن موقف بلاده من طهران، وأن بغداد تقف على المسافة نفسها مع الجميع، قاطعا الطريق أمام محاولات داخلية تسعى إلى الاصطياد في الماء العاكر وتسويقه خصما لمصالح إيران في العراق والمنطقة. بغداد اليوم يرى الكثير أنها لم تعد مجبرة على إرضاء هذا الطرف على حساب آخر، فتقاربها مع الرياض وواشنطن لن يكون بالضرورة على حساب طهران والعكس كذلك. وبينما يريده الإيرانيون من العراق وما يريده الأمريكيون منها، يرى العراقيون أن بغداد لا إيرانية ولا أمريكية، إنما عراقية وفقط عراقية. أعلنت الحكومة قرب الشروع في الربط السككي بين العراق وإيران في أعقاب زيارة الوفد العراقي الأخيرة لطهران. مستشار الأمن الوطني وعضو الوفد العراقي إلى إيران قاسم الأعرجي أكد أن الجانبين العراقي والإيراني سيفتتحان قريبا الربط السككي المار بطريق الشلامشة، فيما أشار إلى حاجة العراق إلى جهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استنادا إلى اتفاقية 1975. قال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الأخير حدد 4 معايير للانفتاح في العلاقات الدولية. وفي تغريدة على تويتر قال ملا طلال إن المعايير هي السيادة والمصلحة الوطنية والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. زيارة الكاظمي إلى طهران تصدرت عناوين الصحف الإيرانية التي ركزت على تصريحات خامنئي بالثأر لسليماني، فيما أكدت صحف أخرى بأن الكاظمي لم يأتي كوسيط بين إيران والسعودية. حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران باهتمام الصحافة الإيرانية التي ركزت في معظمها على تصريحات المرشد علي خامنئي عن الثأر لسليماني. فكتبت صحيفة جام جيم في عنوانها الرئيس لتترقب أمريكا الرد بالمثل من جانب إيران، وهو عنوان رددته صحف عديدة مثل كيهان ورسالة وحماية، فيما عنونت صحف أخرى مثل سياسة روز وشرق وهم شهري بأن إيران تريد عراقا مستقلا وقويا. واهتمت بعض الصحف بما جاء على لسان الكاظمي خلال لقائه المرشد وروحاني، فكتبت صداي إصلاحات وشهروند وأبرار نقلا على الكاظمي بأن العراق لن يكون منطلقا لتهديد إيران. أما عن دور الوساطة بين الرياض وطهران فعلقت صحيفة أرمان ملي الإصلاحية قائلة إن زيارة الكاظمي إلى إيران تأتي لتوضيد العلاقات الثنائية وليس القيام بمهام وساطة، كما اعتبرت الصحيفة أن الهدف الرئيس لزيارة الكاظمي هو جلب الاستثمارات السخية إلى العراق من أجل إعادة إعماره بعد الخراب الذي حل به، لكن إيران
عاجزة عن تقديم هذه الاستثمارات، وأن ما جاء على لسان روحاني وتأكيده رغبة طهران في زيادة العلاقات التجارية بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار ما هو إلا مجاملات دبلوماسية، مستندة في ذلك على رأي خبراء ومحللين سياسيين. نظم مواطنون في منطقة القبلة غرب محافظة البصرة تظاهرة للاحتجاج على تردي واقع التيار الكهربائي في المحافظة. مراسلنا قال إن المواطنين قطعوا الشوارع بالإطارات المحترقة للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي، يتزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في البصرة متجاوزة 50 درجة مئوية. تظاهر أهالي قضاء الإصلاح شرق الناصرية لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على تردي الخدمات في القضاء. المتظاهرون أكدوا على مواصلة التظاهر الليلية وإمهال الجهات الحكومية يوماً واحداً لتنفيذ مطالبهم قبل الشروع في اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة المحلية. إلى ذلك تجددت الاحتجاجات في سوق الشيوخ للمطالبة بإقالة قائم مقام القضاء ومديري الدوائر. محافظ ذي قار ناظم الوائلي أكد أن مطلب المتظاهرين بإقالة قائم مقام سوق الشيوخ مرهون بموافقة مجلس الوزراء وليس من اختصاص المحافظة، مبينا أنه تم منحه إجازة إجبارية 10 أيام من أجل التهدئة والنظر في المطالب الشعبية. نحن الحقيقة نضع مطالب المتظاهرين دائما قيد الدراسة والتدقيق، نمضي بما نراه مناسبا في إطار الحق والقانون. أما قدر تعلق الأمر بقضاء سوق الشيوخ فكما هو معلوم بأن تنصيب القائم مقام هو ليس من اختصاص المحافظة أو إدارتها أو اختصاص المحافظ، وإنما هو أمر منوط بمجلس الوزراء، ولكن من أجل التهدئة والمطالبات الشعبية الكبيرة بضرورة إقالة السيد قائم مقام سوق الشيوخ تم منحه إجازة إجبارية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، و سنعمل بالتواصل مع بغداد من أجل إيضاح الصورة لغرض اتخاذ المناسب. ومعنا عبر الهاتف أحمد السعيدي مراسل يو تي في في محافظة ذي قار. أهلا بك أحمد. أجواء ساخنة في ذي قار، أكثر المحافظات سخونة من حيث التظاهرات، ما هي الأجواء الآن بعد التظاهرات الليلية في قضاء الإصلاح؟ يعني قضاء الإصلاح ناطق هو يعني منذ 3 أيام مشهد التظاهرات فيه هو مشهد ليلي، وأهم المطالب هو إقالة مدراء الدوائر والقائم مقام. لكن الغريب والذي يبعث على الغرابة أن محافظة ذي قار اليوم أصدرت أمرا أعطت فيه إجازة، محافظة ذي قار أعطى إجازة اعتيادية لقائم مقام الشبايش وأوكل مهام تسيير أمور قضاء الشبايش لقائم قضاء الإصلاح ناظم الرمير. أما قضاء سوق الشيوخ فالوضع فيه متوتر جدا يعني، والتظاهرات شديدة ومتصاعدة، والمطلب واحد هو إقالة قائم مقام القضاء. وأعتقد أن الإدارة المحلية في ذي قار المتمثلة بقرار المحافظ بمنحه إجازة إجبارية هو رسالة إلى القائم مقام أنه مع مطالب المتظاهرين. لكن نعم. كما ذكر السيد محافظ ذي قار أن قرار عزله ليس من صلاحيات المحافظ ويعود للسيد رئيس أحمد الوزراء. يعني هذا أحمد هذا الإجراء الذي الإجراء المؤقت من قبل المحافظ هل هدأ من وضع المتظاهرين أم هم ما زالوا مستمرين بإعطاء مهلة اليوم الواحد؟ ما زالوا مستمرين، والمهلة امتدت للأحد، خصوصا مع رفض قائم مقام سوق الشيوخ التخلي عن المنصب. وهناك تسريبات تقول أن هناك جهة سياسية التي يشار إلى أنها تدعم السيد قائم مقام سوق الشيوخ قد يعني أبلغته أنه عليه يعني ترك المنصب والاستجابة لمطالب المتظاهرين منعا لحدوث احتجاجات وربما مصادمات
أو الوصول إلى تصعيد الموقف، وبالتالي جاء قرار منحه إجازة إجبارية من قبل محافظ قار، متناغما مع الرغبة السياسية والرغبة الشعبية. إذا أحمد السعيدي مراسل يو تي في في الناصرية، شكرا جزيلا. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن طائرات سلاح الجو الملكي قصفت 40 هدفا إرهابيا في إطار العمليات ضد تنظيم داعش خلال 12 شهرا مضت. صحيفة ديل ميل نقلت عن والاس قوله إن الأهداف تتضمن الكهوف التي يسكنها عناصر داعش في المناطق النائية في شمال العراق ومخابئ الأسلحة ومعسكرات التدريب، فضلا عن تدمير نقطتين لداعش في قتال عنيف مع قوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن القتال مع التنظيم لم ينتهي وما زال شاقا على حد تعبيره. أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أنه سيسلم معسكر بسمية التدريبي إلى القوات العراقية السبت المقبل. نائب قائد قوات التحالف الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان قال في مؤتمر صحفي أن التحالف لم يعد يخشى من عودة داعش في العراق، مشيرا إلى أن انحسار نشاطات التنظيم في بعض من المناطق الريفية والكوفي والجبال يعد نصرا بشكل عام، لافتا إلى أن الجيش العراقي أقوى من التنظيم، ما سيسمح بتقليص عديد قوات التحالف وتسليم المزيد من القواعد العسكرية إلى العراقيين. من جانبها أكدت قيادات العمليات المشتركة انتفاء الحاجة إلى وجود المستشارين العسكريين الأجانب، مبينة أن قوات التحالف الدولي بدأت تقلص وجودها وقد سلمت العديد من المعسكرات إلى القوات العراقية. المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ذكر أن الأشهر الأولى من هذه السنة شهدت تسليم عدد كبير من المعسكرات، مشيرا إلى تسلم 6 مواقع حتى الآن من التحالف، وموقع بسماية هو السابع الذي يتم تسليمه، على يتم تسليم مواقع أخرى ضمن مدد زمنية متفق عليها. دعت وزارة الثقافة إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة الألمانية هيلا ميوس التي اختطفت في بغداد قبل أيام. الوزارة وفي بيان قالت إن حوادث الاختطاف تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في العراق والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية ضد الإرهاب. كما ناشدت الوزارة كل من له علاقة بالقضية إلى الاستجابة لصوت الإنسانية، إذا اعتبرت المختطفة جسرا بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم. اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميوس في بغداد من قبل مجهولين حالة تضاف إلى سلسلة الحوادث التي شهدتها البلاد من اختطاف الناشطين والفنانين. المزيد في التقرير الآتي. اغتيال وخطف وترهيب، مسلسل لا يبدو أنه انتهى أو سينتهي مع وجود عصابات تتحدى الدولة بقوة لا دولة. فمن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي أمام منزله قبيل أسابيع إلى اختطاف ناشطات ألمانية في بغداد وأمام أعين المرة ليحل اسمها في قائمة الناشطين والإعلاميين والفنانين المختطفين. هنالك الضغط على المثقفين واختفائهم، وعلى سبيل المثال السيد توفيق التميمي ومازن لطيف الكتبي، وأيضا ما حصل خلال الفترة الأخيرة من قتل واستشهاد الدكتور هشام الهاشمي. ذلك مسلسل، هذا المسلسل يجب أن توقفه الحكومة. اختطفت هيلا ميوس خلال مرورها في شارع أبو نواس، حيث تم اعتراضها واختطافها من قبل مسلحين مجهولين كانوا في سيارتين قرب بيت تركيب في منطقة الكرادة، وهو منزل أسسته الناشطة الألمانية تقام فيه فعاليات ونشاطات فنية تدعم صغار الفنانين والموهوبين. أنتج عشرات المشاريع الفنية التي شاركت داخل العراق وخارجه. وزارة الداخلية بدورها سارعت إلى تطويق المكان وإعلان استمرار البحث عن الناشطات الألمانية المختطفة. مصير هلا يهمنا جميعا كشعب عراقي وكنخب مثقفة وكمجتمع مدني.
وباختطاف هيلا، تعلن لا دولة استمرار سعيها إلى إثبات وجودها وتحديها سلطة القانون، وأي رسائل من الممكن توجيهها باختطاف الناشطين والفنانين والمطالبين بحقوقهم غير محاولة سلب الحريات والترهيب وإغراق البلاد في ظلام التطرف والإرهاب. أزمة نقص الأكسجين لا تنفك تفارق مشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار منذ دخول الوباء إلى العراق وحتى الآن، وقال مراسلنا إن المواطنين يشتكون من نقص الأكسجين في مشفى الحسين التعليمي، مبينا أن المتوفر حاليا لن يسد حاجتهم، خصوصا للذين يحتاجون كميات كبيرة ويعانون من أزمات نفسية أو أزمات تنفسية، كما لفت إلى أن الأزمة لم تحل حتى اللحظة وما زال المشفى يعاني من قلة التجهيز. أكسجين ماكو، هاي على حساب هاي القناة مات. أترس قناة تجاري وأجي أطلع للمريض. ماخذين ذي الأترسين الواحد ب10,000. كفيلكم العباس تجاري ب10، وحتى التجاري ماكو يا ناس. راح نموت، موتت مرضانا ماكو أكسجين. يعني عندنا حالات توفت بسبب نقص الأكسجين بالجسم. احنا هنا حالات عزل، هذا الانعاش الجراحي. الانعاش الجراحي طبعا ما دخله بس الحالات الحرجه. الحالات الحرجه الاكسجين ما عندنا منظومه اكسجين داخل المستشفى حتى تغذي الاجهزه اللي اجهزه الانعاش. اجهزه الانعاش هسه الا تشتغل على البطل، هذا البطل تروح بداخل المستشفى ماكو، على حسابك الخاص تاخذ تروح تشتري. من جانبه أكد مدير مشفى الحسين ميثم محمد جبر أن سبب نقص الأكسجين هو نتيجة قلة تجهيز المشفى بالغاز السائل من أجل تشغيل منظومة التوزيع. المشكلة الأساسية بالنقص اللي جاي يصير هي قلة تجهيز المستشفى بالغاز السائل من الأكسجين لتشغيل منظومة توزيع الأكسجين داخل المستشفى. طبعا منظومتنا تقوم بتوزيع الأكسجين وليس بتوليد الأكسجين، رغم أنه عندنا معمل صغير تبرعت به العتبة العباسية قادر على توليد 6 قناني بالساعة. طبعا بنقص بعض القطع راح يكملوها إن شاء الله بالمستقبل، يعني لحد الآن غير مفعل. حاليا جاي نعاني من نقص حاد جدا، رغم أن المشكلة مطروحة على الجهات المسؤولة اللي هي مسؤولة عن التجهيز المباشر مثل الوزارة وأقسام الهندسية المحافظات وكذلك محافظتنا محافظة ذي قار والمسؤولين في ذي قار وحتى أعضاء البرلمان، كلهم عندهم علم بهاي المشكلة. ومن تقريبا أكثر من شهر الوعود كثيرة لكن التطبيق على الواقع أو الحضور لمعايشة المشكلة أصلا ما مفقود يعني. في المقابل كشفت وزارة الصحة عن وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لتزويد المستشفيات بسائل الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أسباب قلة تجهيز المستشفيات خلال الأيام الأخيرة. الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي قال إن هناك صعوبة في توفير الأكسجين وذلك لعدم وصول المواد الطبية من الكويت بسبب إجراءات الحجر الصحي على سواق الصهاريج، فضلا عن تعرض أحد المصانع الرئيسة عطل في إيران الذي كانت تستورد منه بعض دوائر الصحة مادة الأكسجين. قررت محافظة نينوى فرض حظر شامل للتجوال وعزل الساحل الأيمن عن الأيسر للسيطرة على تفشي وباء كورونا. محافظ نينوى نجم الجبوري قال إن شوارع المدينة شهدت تشديدا أمنيا مكثفا على إغلاق بعض من منافذ المناطق، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خوفا من تحول كورونا إلى وباء في المدينة وعدم السيطرة عليه. طور الكادر العلمي في جامعة الموصل عددا من الابتكارات والأجهزة المساعدة في مكافحة وباء كورونا، بيد أن وزارة الصحة لم تعتمد تلك المستلزمات المصنعة من قبل الجامعة رغم نجاح الاختبارات. منذ اليوم الأول من دخول جائحة كورونا البلاد يحاول شباب وأطباء ومهندسون ابتكار أجهزة ومعدات تسهم في الحد من انتشار الوباء. جهاز تنفس اصطناعي يصنع في جامعة الموصل وبكلفة لا تتجاوز 250,000 دينار، بينما يباع في القطاع الخاص بأكثر من $1,000. الجهاز اختبر داخل الجامعة وأثبت كفاءته، لكنه بانتظار موافقة وزارة الصحة التي لم تبدي حتى الآن أي قرار بشأنه.
بالطبيعة ثلاثية الأبعاد مع مجموعة من الإلكترونيات بالأساس جهاز مسيطر عليها لهذه الإلكترونيات حتى يعمل الجهاز بشكل يوفي احتياجات المريض. الوسط الناقل المستخدم لحفظ عينات الفحص هو الآخر، صنع واختبر هذه المرة في مختبرات العاصمة وأثبت نجاحه، لكن لم يعتمد بعد من وزارة الصحة التي تعتمد على استيراده من الدول الأخرى. تم بحمد الله تصنيع الوسط وبإمكانيات محلية وفي ظل ظروف حظر التجوال وفي ظل ظروف انقطاع الطرق، إلا أننا تمكنوا بفضل الله من تحضير الوسط الناقل والذي سيكون له أهمية كبيرة في تذليل كثير من الصعوبات خاصة في نقل العينات. أما الكحول الأثيلي أو ما يعرف بالمواد المعقمة فقد نجحت جامعة الموصل بتصنيعه وتسويقه إلى مستشفيات المحافظة بكميات كبيرة، وتعمل الآن على تجهيز دفعات جديدة من أجل تصديرها إلى المحافظات الجنوبية. قمنا بتوزيع الوجبة الأولى على مشافي الموصل يعني بصيغة إهداء، مبادرة إهداء للمشافي الموصل، وأما الوجبة الثانية والثالثة سيكون توزيعها لبقية مدننا الحبيب التي تحتاج إلى هذه المادة. حتى في هذا الوقت العصيب الذي من المفترض في الدولة أن تشجع فيه الكفاءات العلمية على الابتكار من أجل تخفيف المعاناة وتقليل التكاليف، لا يزال القائمون على الأمر يفضلون المستورد على الصناعات المحلية على الرغم من التجارب الناجحة. من الموصل، قاسم الزيدي، يو تي في. أعيد افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المسافرين بعد إغلاق لأكثر من 4 أشهر بسبب وباء كورونا. إعادة افتتاح المطار جاءت بناء على قرار للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية في العراق في إطار التوجه نحو تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء. وقبل أيام قليلة نشرت سلطة الطيران المدني تعليمات وقائية تمهيدا لإعادة فتح المطار، وهي تعليمات ملزمة للموظفين والمسافرين تتضمن ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وفحص درجات الحرارة للمسافرين وطلب فحص طبي من المسافرين المغادرين. أخبار يو تي في مستمرة وفيها بعد قليل. إغلاق الحدود ينعش الصناعة المحلية ويزيد الطلب على المنتجات العراقية. أهلا بكم مجددا. نفت شركة تسويق النفط العراقية سومو صحة معلومات تقرير أشار إلى عدم التزام بغداد باتفاق خفض الإنتاج لتحالف أوبيك بلس. وقالت سومر في بيان أو سومو قالت في بيان أن التقارير المنشورة حول عدم التزام العراق باتفاق أوبيك غير دقيقة، وأن وزارة النفط ستمثل التزاما كاملا باتفاق تحالف أوبيك بلس. يأتي ذلك في أعقاب بيانات لريثنتليف إيكون لتعقب حركة صادرات الخام حول العالم التي أعلنت ارتفاع الصادرات النفطية في أول 20 يوما من الشهر الجاري في مؤشر على عدم التزام بغداد باتفاقية خفض الإنتاج. من محافظة المثنى أكد وزير العمل عادل الركابي أن نسبة الفقر في المحافظة تتجاوز 50%، الأمر الذي دفع الوزارة إلى شمول نحو 3000 عائلة برواتب الإعانة الاجتماعية وتوفير قروض بما تسمح به موازنة الدولة التي تعاني من أزمة حادة. حسب تقديرات وزارة التخطيط لمعدلات خط الفقر، أكثر من نصف أهل السماوة هم تحت خط الفقر، وهذا ما يسر أي واحد بالدولة العراقية الآن. إحنا حرصنا أن نأتي بشيء ولو جزئي لمحافظة المثنى مراعاة لهذه الخصوصية بحكم ما متوفر من مبلغ، يعني تم تخصيص 1000 أسرة اللي هم تحت خط الفقر لقضاء الرميثة، وكذلك تم تخصيص 2000 أسرة لمحافظة السماوة في أقضيتها الباقية ونواحيها، ليصبح مجموع الأسر التي ستشمل خلال الأيام القادمة 3000 أسرة،
وكذلك تم تخصيص مبلغ من القروض التي ستطلق من وزارة العمل الأسبوع القادم 250 قرض. طبعا هذا ليس هو طموحنا، طموحنا أكبر، لكن أكرر أنه هذه هي إمكانات وزارة العمل الآن. سعدون الجبوري فنان كوميدي اعتزل التمثيل بعد إصابته خلال الحرب ضد داعش في العام 2014 وامتهن تصليح الأجهزة المنزلية. الجبوري طالب الحكومة بمساعدته خصوصا أنه من قصار القامة، فضلا عن كونه من مصابي الحرب ويحتاج إلى عملية جراحية خارج البلاد. من محافظة صلاح الدين تقرير لسجاد حكمت. بعد أن كان نجما كوميديا تستمتع بمشاهدته العائلة العراقية، ها هو سعدون الجبوري أو عبوري كما يحب البعض تسميته، يلازم بيته مقعدا على كرسي متحرك بسبب تعرضه لإصابة في ظهره إبان تصدي مدينة الضلوعية لهجمات تنظيم داعش عام 2014. كنت أعمل بالمسرح وبعدين صارت شر داعش هجومها على الضلوعية سنة 2014، كنت مع متواجد مع أهلي ومع أخواني والمقاتلين بالسواتر ندافع مع أهلنا وناسنا ونساندهم. فحصلت دخلة سيارة مفخخة عن المنطقة، انفجرت وبقيتها تأثرت بالإصابة، انصابت. بعدين طلعت للهند، سافرت للهند على حسابي الشخصي، سافرت حتى تعالج وعملت عمليات 3 سنين فما نجحت. سعدون آثر على نفسه العمل في صيانة الأجهزة المنزلية ومنها الطباخات في باحة منزله الصغير لتوفير قوته اليومي بعد مرور 6 سنوات عجاف تخلو من أي دعم حكومي لحالته. بعد أنه كان فنان على خشبة المسرح، الآن وصل له طباخات وحالته الصحية مدى تسمح يعني أنه بهذا الشيء، بس من أجل يعني الحصول على لقمة العيش، فنطالبهم أنه يقدمون يد المساعدة يوقفون وياه يعني بكونه فنان معروف. تخصيص راتب شهري لكونه من قصار القامة، فضلا عن إجراء عملية جراحية لظهره خارج البلاد، أبرز ما يطلبه سعدون من الحكومة المحلية ونقابة الفنانين العراقيين. احنا ذو احتياجات خاصة، يعني ما شفت انا بوقتها اهتموا بين اهتمام، انا بوقتها مراجعة يمكن 4 وزارات الى 5 وزارات ما سوى لي كل شيء ما سوى لي، ما خليت بوقتها ما وزارة ما راجعتها وكل شيء ما حصلت من عندهم. حالة هذا الممثل تستوجب استجابة عاجلة من قبل الجهات الحكومية المعنية لرفع المعاناة عن كاهله الذي أتعبه المرض ليعيش حياة كريمة خالية من الفاقة والمرض. سجاد حكمة، UTV، محافظة صلاح الدين. في لبنان أكد وزير الخارجية نصيف حتي أن بلاده تواجه تحديات كبيرة وأن التغلب عليها يكون من خلال إصلاحات اقتصادية. الوزير اللبناني كشف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جون إيف لدوغيان الذي يزور بيروت عن توجه نحو استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من جانبه أكد لدوغيان أن الوضع في لبنان صعب ومقلق بسبب أزمته الاقتصادية. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 15 مليونا وتعد أمريكا اللاتينية بين أكثر المناطق تضررا بالوباء، وسجلت الولايات المتحدة وحدها أكثر من ربع الإصابات في العالم بمعدل ما يقارب 1000 وفاة يوميا وأكثر من 4 ملايين إصابة، تليها البرازيل بمليوني إصابة ثم الهند وروسيا وجنوب أفريقيا على التوالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أن إدارته عقدت اتفاقية وصفها بالمهمة مع إحدى شركات تطوير لقاح كورونا، وأكد أن الاتفاقية تنص على إنتاج 100 مليون نسخة من اللقاح حال الموافقة عليه بشكل رسمي. توصلت إدارة اليوم إلى اتفاقية تاريخية مع شركة بيزيفير لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاحهم فور الموافقة عليه. نأمل أن تتم عملية الموافقة بسرعة كبيرة. نعتقد أنه لدينا أيضا شركات أخرى تعمل بشكل جيد جدا في تطوير اللقاح.
في المقابل قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايت أنه من غير الممكن توقع بدء استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا قبل أوائل العام 2021. وقال المتحدث أن الباحثين يحققون تقدما جيدا، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن فيما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية. كورونا الذي أربك العالم صحياً واقتصادياً عاد بالنفع على الاقتصاد الوطني، فإغلاق العراق حدوده أمام السلع المستوردة للحد من انتشار الوباء شجع الكثير من أصحاب المصانع المحلية على زيادة قدراتها الإنتاجية لسد نقص احتياجات المستهلك. الصناعة العراقية استعادت شيئاً من بريقها، فما إن أغلقت البلاد حدودها الدولية ووضعت القيود على السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية للحد من تفشي كورونا، حتى بدأت السلع الوطنية تشهد رواجا في الأسواق ما ساهم في رفع الإنتاج المحلي. شركة عراقية خاصة في البصرة لتصنيع المنتجات الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات تعمل بكل طاقتها هذه الأيام لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حتى وصل الحال إلى مضاعفة الإنتاج. قبل كنا نشتغل قبل جائحة كورونا تقريبا 90 طن يوميا، حاليا وبزيادة الطلب اللي موجود بالسوق صار إنتاجنا أكثر من 150 طن يوميا. بعملها الدؤوب لم تكتفي الشركة بتوفير المنتج في الداخل وحسب، بل تسعى إلى وضع بصمتها في مجال التصدير خارج البلاد ليصل بريق ما تنتجه سواعد العراقيين إلى بلدان عربية وأجنبية. قبل جائحة كورونا كان عملية التصدير 5% من كمية الإنتاج، خلال جائحة كورونا وبسبب تلكؤ بعض المعامل صار ارتفعت كمية التصدير عندنا إلى خارج القطر إلى دول الخليج، وحالياً ماخذين شهادة الـ FDA لغرض تصدير إلى أمريكا. عندنا تعاقدات جديدة ويا دول أوروبا. توفر الشركة للمستهلك العراقي نحو 80 نوعا من المنتجات بما فيها اللحوم والدواجن والخضار، ما شجع العوائل العراقية على مطالبة الحكومة بدعم المنتج المحلي وتقنين الاستيراد. دعونا ندافع عن صنع في العراق ونجعله شعارا في كل البلاد. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.